طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون، شكلك انت في طاقة نارية، هي يعني طاقتك. انت شوي متجمد المشاعر، وانت شوي حازم وعندك قوة، وكأنك مارق عليك كتير، وكأنك في وقت نضوج عقلاني ونضوج مشاعر. ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل، وحاسس نفسك انك انت نضجت، كأنه مر عليك اشياء كثير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط، في زواج، للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه، واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم، او دخل في علاقه غيركم انتم. احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان انا شايفه هذا الشخص مهتم في عمله وانجازاته. الشخص هذا مارق برحله، هي رحله الانجازات والاهتمام في النفس والاهتمام بالذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقة أو خرج من موضوع زي زهق منه وترك المواضيع كليتها وتقدم للأمام. احتمال هو خارج من ارتباط أو خارج من عمل، لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة أو من هذا العمل. خلينا نشوف. لكم قلت النصيحة. هون ناخد النصيحة لبرج القوس. هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف نوت الوقت مش مناسب. هناخد لك كمان كارت، حاسس هيك قلبي بده لازم اخد لك كمان كارت. بحكوا لك انه في غضون الاشهر القليلة رايت الوقت مش مناسب، لكن في غضون الاشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس. هيلينج فاميلي اسيدز، لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. احتمال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل، او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخذ موقف منه. احتمال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال، وهدول الاطفال كنت احكي لكم انهم مش مسامحينه او زعلانين منه، وهو غادرهم، ترك الاطفال وترك المنزل وغادرهم. احتمال it is for you to love. هم بيحكوا لك من الامن ان تحب، يعني يفتح قلبك للسلام واعطاء افضل طاقة من الحب. هو امان انك تحب. اذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء اطفال، بقول لك هو امن ان تحب. كمان شخص طالع من شيء، إما عمل أو زواج. أخذ لكم.
هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية، سلسلة طويلة في ليلة واحدة. في عندكم خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكثر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكم لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخذوا خيارات. خلينا نشوف، نشوف القراءة أول شيء. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص هذا مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا المتحير في أسرته بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص هذا فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شافك انك انت شخص عملي جدا وانت حققت انجازات سريعة، لكن انت اثناء تحقيقك لهذه الانجازات كنت صارم. كل شيء في عملك، في الحياة عامة، في المشاعر، في الحب، كل شيء كنت صارم. وانت شخص مرتب جدا وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب انه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش انت مش حيلا كلام يقنعك، انت مش سيخ خداعك، مش سيخ خداعك، وشعر انه هو مش قادر يخدعك، وانه هو اذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الاحداث مقنعة الك. شافك شخص هو حبك الشخص ده، معجب فيك جدا وحبك الشخص ده، لكنه شايف عندك شروط لعلاقتكم عشان تتم، وشافت انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشافك عقلاني جدا جدا لدرجه انك انت شاعر من ناحيتك الاسف صوت، يعني شاعر انك انت شخص ما بقطعش فيك الاشياء الخداعيه، يعني مثلا يخدعك بشيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقة من الخداع. طيب هو شو انت في عقل الباطني؟ نشوف انت في عقل الباطني شخص مرح جدا، وشخص بتحب الحياة، شخص مغامر، وشخص بتحب السفر. احتمال انت بتسافر من دولة لدولة او متنقل، يعني عامة انت متنقل. شخص هادي ورزين وثقيل، شافك انك انت بتفكر في الاحداث لكن بروية، مش متسرع. شافك انت لبق في الكلام كتير، وانت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية، لكن انت بتكون قصده. شافك برجك مرح وبتحب الحياة، القوسيك مرح وبحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه. هو شافك هيك انك بتتجاهل كل اشي يقلمك، بتغيب مثلا يوم، بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، بتقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية. يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها، مثلا بتعمل مديتيشن او بتعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الاحداث اللي صارت، وبتقوم مطنش كل اشي وتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار إشي في حياتك. شايفك نشيط جدا جدا، وشايفك أنت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن أنت شخص مشهور أو في شيء أنت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف أنك أنت مجازفتك أنت بتكون متأكد أنها رح تنجح. صح أنت مجازف، لكن مجازف على أشياء أنت متأكد وواثق منه أنك رح تنجح. لا هو شايف أنه
العلاقة هي ثلاثية، إما من طرفك أنت يا برج القوس أو من طرفه. أنا شايفك أنت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقة رباعية كمان. الشخص هذا بيواجه مشكلة، هو شايفك إنك أنت بتحب العلاقات الكتيرة واللمة اللي حواليك ومتخربط فيك. هل أنت بتحب الاستقرار مثلا أو بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص ده مش فاهمك، هو شايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الاسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الاسرة نفسها، هاد شرطه مثلا، هو قلقان يرضي الاطراف جميعها. احتمال انه يكون الاب مسيطر عليه أو الأخ الكبير، مثلا هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إن هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. انتوا فين؟ عندكم مشكلة في الأسرة؟ وشايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، وشايف إن مفيش استقرار أسري عندهم. أنا أشوف بس شوي، أنا حاسة شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تخرج من هاي المدينة. الشخص ده شايفش اكتفاء بيناتكم، أو أنتوا مش من مستويات بعض. حاسس ان هذه العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. هو شايفك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شايفك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن تعرف تاخد حقك، تعرف تاخد حقك. شايفك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. شايفك عصبي شوي ومتدمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. احتمال شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت عما تركته ورحلت. طب انت كيف شايفه؟ انت شايفه شخص متعب جدا وصامت، ودخل طرف آخر الشخص هذا، شايفة إنه هو مثلا يعني أتعبك كثير، أنت تعبت مع الشخص، الشخص هذا أخذك لفة طويلة معاه، الشخص هذا شايف إنك أنت سبق انهيار أعصاب منه، وأنت شايفه إنه شخص مش متوازن أو مش عين كلمته، شايفه شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها يعني نفس صبرك في هاي العلاقة. هو شو ناوي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي
اللي هو فيه، بس هناك بقول لك مش هلا ومش هلا. خلنا اشوف الكروت نصيحة. هون بقول لك انا انك تحب احتمال انك انت دخل حياتك شخص اخر غير هذا الشخص اللي احنا بنقرأ له، لان الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي اله مش الاب. هذا اي رايت تايم، هذا مش وقت الشخص، لان الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص هذا اما متزوج او دخل علاقة اثناء انتو كنتوا معي. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي اسأل ربنا انه هل مثلا اذا الشخص هذا منيح في حياتي فقدم اللي فيه خير، واذا في شر يعني ابعده عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادري شيء لنفسك. وقولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة هذا نيكس. طيب خلينا نشوف هذا ايش بيحكي لك. في خيارات عديدة عندك، انت في حياتك اشخاص غير هذا الشخص، او في طرف مثلا عرض عليك حب، عرض عليك شيء، في خيارات لازم تاخذها انت، في خيارات لازم تاخذها. وبقول لك خيارات صحيه. الشخص هذا غير صحي لحياتك، الشخص هذا اما مرتبط وانت شايفه مرتبطه فكره، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك. الشخص هذا مقرر اصلا يضل بعيد ومختفي، و بتعرف الشخص هذا شو بتشذر لك، شو بصير في حياته او شو نواياه من ناحيته. الشخص هذا بضل مسيطر على نفسه وملتي في اللي هو ملتي فيه، في عنده نقاشات ومواضيع اخرى، في طرف ثالث في الموضوع، في طرف ثالث. خلينا احكي لكم الابراج. إيه عندنا برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الاسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني يعني، ما بهمكش ولا اشي. انت بتنفجر انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجأة بتفرقع وبتحكي كلمة الحق وبتقطع. انت بتناقشه مثلا، انت بتسكتش عن حقك. لو سكت فترة بتكون فيها تخطيط، تخطيط. تابعنا برج الاسد، الاسد، الميزان، دل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع. نواياه انه يخبي مشاعره ويسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه. هو في موقف لا يحسد عليه من اتجاه الأسرة، الشخص هذا غضبانين عليه أسرته، فبحاول بده يحاول انه يراضيهم. اول اشي اهتمامه انه يرضي الأطراف، يرضي الأطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الأبراج، برج الأسد، الدور، الصقر أو النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء. يعني الطاقات كلها متجمعة هون، كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية،